شفاء قسيم، رئيسة جمعية مبارك علي للثقافة والتنمية والعمل الاجتماعية. اليوم كنتواجدوا بدوار عيد مبارك، جماعة سيدي مبارك، اللي جبنا اليوم واحد القافلة تضامنية. كيف ما كتعرفوا الجمعية ديالنا كل سنة كتنظم بحال هاد المبادرات هادو، لأنكم تعرفوا بأن هاد الوقيته كيكون البرد، وكيكونوا المناطق الجبليه هما اللي تيكونوا اكثر، سكان المناطق الجبليه هما اللي تيكونوا اكثر تضررا. وكنشكروا كاع المحسنين اللي ساهموا معنا في هاد في انجاح هاد القافله. احمد وكتير، رئيس جمعيه عيد مبارك للتنميه والتعاون، اللي كتوجد بمنطقه الخصاص اقليم سيدي افني. المنطقه تقريبا راه كما تيقولوا دوار قروي، هاد المنطقه كامله يعني كتعتمد على الفلاحه موسميه. يعني كاين الحرث اللي تيكون هنا تقريبا يعني اللي داخله في اقليم سيدي افني، الحرث ديال الشعير والجاني ديال الثمار ديال الاركان، باش كيعتمدوا هاد الناس على المعيشه ديالهم اليوميه. كنشكروا جمعيه مباركو علي على هذه المبادرة الطيبة الإنسانية اللي جات في هذا الوقت ديال البرد. الحسن وكتير، عضو بجمعية عيد مبارك للأعمال الاجتماعية، وعضو بمجلس الجماعي لسيدي مبارك. بالنسبة لي نحن هنا في الدوار، وملي كنقول الدوار هنا كنقول جميع الدواور تقريبا الواقعة بهذه المنطقة، في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات. وبالنسبة لي نحن هنا في الدوار، إلا بغيت نختز ولا نختصر لك بعض المشاكل اللي كنعانيو منها، وبالتالي كيعاني منها تقريبا واحد 90% ديال الدواور ديال ساكنة الأخصاص بصفة عامة. كاين ثلاثة النقط الرئيسية تقريبا. النقطة الأولى هي البنية التحتية المتمثلة أساسا في الطرق، وملي كنقول الطرق راه كنقصد بها الطرق المعبدة، لان عن تجربه غالبا الطرق اللي كنديروا لها التهيئه، يعني كنديروا لها غير التراب والقوادس وكذا، كتجي واحد العام ديال الامطار، وكيصدق داك العام اللي درتي انت بحال ما كاينش. هي المشكل ديال ندره المياه، وهذا كيتعزل الانقطاع فتره المطار ما كاينش، وتوالي سنوات الجفاف. وهذا الاشكال ادى بالناس الى انهم يحسوا بحال انهم ما مطمئنش، لان علاش؟ الحياه، الماء هو الحياه. وبحال حيله كيقول مع راسه بانه راه غدا ولا بعد غدا، راه اكيد انه التجربه ديال هاد السقايات اللي دارتها لونيب راه الناس ما كيستافدوش فيها تقريبا بشكل مسترسل. دائما كانت انقطاعات دوريه، دابا ولات تقريبا شبه دائمه. حاليا كنفكروا حنا كجمعيه كحل انه نمشيو في واحد النسق اخر، وواحد الاطار اخر ديال انه نحفروا بير ولا جوج بيوره هنا ولا ثلاثه، على الاقل انه نحفظوا نديروا واحد الضمان، واحد المورد ديال ولا تدبير ديال واحد المورد ديال مائي. ثالث حاجة اللي بغيت نركز عليها هو أنه الناس ديال البلاد كانوا كيعتمدوا على تربية المواشي والزراعة. حاليا إلى شفتي الدوار كامل ما بقاش الباشية، وما بقاوش الزرع، ما بقاش لمجموعة من الخلفيات الأداعية اللي ذكرها، منها الرحال، منها وزيد، وأضيف إلى ذلك انعدام فرص العمل بالمنطقة، ما أدى بالعديد من الشباب والعديد من الرجال إلى الاستقرار بمدينة تيزنيت أو أكادير أو النواحي. وكاين عائلات بأكملها هاجرت إلى أشتوكن ولا إلى بالفعل الاشتغال بالضيعات، لأنه أصلا يحس بأن العيش بهذه المنطقة أصبح شيئا فشيئا، يصبح من بين سابع المستحيلات للمشاكل التي سبق ذكرها.